ان شاء الله اضاءه كويسه يعني. طيب الكابتن اصيل هوساوي لاعب المنتخب السعودي لرفع الاثقال، الله يحييك. احنا في الصعيد اليوم لقيناك في حديقه الوندر جاردن. اول شيء ايش رايك في الاجواء هذه؟ اول شيء شاكر لاستضافتك، الله يسعدك وتشرفت فيك. وللامانه اليوم كان الافتتاح يعني، ومن اروع ما يكون يعني. انا زرتها اليوم وما لحقت على كل حاجه، بس ان شاء الله بكون متواجد الايام الجايه باذن الله. طيب كابتن حدثنا عن الدعم وزارة الرياضة أو لجنة البارا أولمبية لذوي الهمم. للأمانة وزارة الرياضة حاليا يعني بتدعم أفضل من الفترة اللي فاتت، وخصوصا رياضات ذوي الإعاقة. يعني في تطور ملحوظ في كل الرياضات، سواء رياضتنا رفع الأثقال أو ألعاب القوة وكرة السلة. وعندنا برضو أبطال يعني حققوا ميداليات أولمبية، من أبرزهم عبد الرحمن القرشي. والحمد لله كلنا نطمح إن شاء الله يعني السعودية بتدعم إنه نوصل لهذا الشيء، وإن شاء الله نحققها بإذن الله. طيب حدثنا عن آخر مشاركة لك في على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى القاري أو العالمي يعني. آخر بطولة دولية حققتها كانت بطولة غرب آسيا، حققت فيها الميدالية الفضية. وبالنسبة للبطولات المحلية قبل شهر تقريبا حققت دورة ألعاب السعودية الميدالية الذهبية، وبطولة المملكة برضو كان فرق تقريبا أسبوعين 3 أسابيع ما بين البطولتين، والحمد لله توفقت فيها وفي كل البطولات أخذت ميداليات ذهبية. طيب لو تكلم بس كيف برنامجك في التدريب، يعني بداية التدريب كيف أنت تتمرن، نظامك الغذائي زي كذا؟ والله الأمانة يعني بخصوص التدريب والنظام الغذائي، عندنا الكابتن علي اليامي بنادي جدة، أنا من نادي جدة طبعا لذوي الإعاقة. الكابتن علي ما بيقصر معانا في التدريبات، بنتمرن على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وبيتابع معانا يعني الأرقام والتطور، والحمد لله يعني ماشي الأمور. طب ايش نصيحتك اي واحد مثلا عنده الرغبه، هو من ذوي الهمم او الاعاقه وعنده الرغبه انه يكون بطل، انضم لكم في البارا الاولمبيه او اي نادي في انديه ذوي الاعاقه في السعوديه؟ والله بالعكس نتشرف اي احد يعني، وان شاء الله يجون لاعبين يعني. انا رسالتي لهم انه هي اكيد البدايه حتكون صعبه يعني، وكلنا بدأنا بدايه صعبه، لكن الحمد لله يعني الشيء اللي وصلنا له ما كان سهل، فخطوة بخطوة إن شاء الله بتصيروا أبطال، وإن شاء الله نتمنى لكم الخير بإذن الله. طب ختاما كيف تشوف مستوى الفعاليات؟ يعني السعودية صارت عاصمة لكل الفعاليات الرياضية الثقافية، يعني إن شاء الله ننتظر كأس العالم، ننتظر بطولة شتوية في شمال السعودية، بطولات على مستوى عالمي يعني، كيف تشوفها بالنسبة لكم كذوي همم أو بشكل عام يعني؟ بالعكس والله أضافت لنا الكثير يعني. إحنا كان عندنا مشاركة في بطولة كأس العالم بدبي، وكل الناس كانت تسأل عن استضافة السعودية يعني للبطولات وكيف الرياض، وكلهم بيتكلموا عن التطور الرياضي اللي حصل في كرة القدم. يعني شوفونا نيمار كريستيانو على طول زي كذا بيتكلموا معانا، يعني الحمد لله يعني في تطور واضح، وبإذن الله يعني خلال السنوات الجاية حنشوف نتيجة التطور اللي حاصل. طيب الكابتن أصيل إيش البطولة اللي ناوي يحقق إن شاء الله؟ للأمانة الآن قدامي يعني بطولة فزاعة الدولية، سبق وحققتها مرتين متتالية، وبإذن الله أطمح تكون هذه الميدالية الثالثة لي. والبطولة الأهم اللي هي الأولمبياد بإذن الله، يعني تجينا الفرصة نشارك فيها ونتأهل ونحقق ميدالية لوطننا الغالي. طيب في سؤال عن مستوى موسم الرياض والفعاليات الموجودة، إنها يعني في هي يعني لجميع الشرائح حتى من ضمنهم ذوي الإعاقة وذوي الهمم، يعني هل يستمتعون بالفعاليات هذه؟ أكيد طبعا، أنا جيت الموسم الرياض السنة الماضية واللي قبلها، وللأمانة كل سنة يعني في تطور أفضل عن السنين اللي فاتت، ويعني تطور ملحوظ يعني حتى في الدخول، في الخروج، في دورات المياه عزكم الله، في الألعاب.
يعني في السابق في ألعاب كنا نواجه مشاكل يعني مع الموظفين وزي كذا، بس اليوم يعني المكان ما أروح بقدر أخش ألعب يعني مرة شيء الأمانة نروع ما يكون. طيب تبي تضيف شيء في ختام المساحة حرة لك يا كابتن. الله يعطيك العافية إن شاء الله، وشاكر لك الاستضافة، الله يعطيك العافية. أنا باخذ